نظمت هيئة تنظيم سوق العمل اجتماعا وطنيا تشاوريا يوم الاثنين الموافق للسابع والعشرين من شهر نوفمبر 2017 حول العهد الدولي للمهاجرين الذي تعتزم الأمم المتحدة تبنيه خلال العام المقبل، وهي مبادرة بحرينية رائدة للتشاور في ملف المهاجرين والمساهمة في منظومة النقاشات التي تغذي العهد الدولي. وقد شارك في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله الخليفة وعدد من سفارات كبريات الدول المصدرة للعمالة والمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني المعني بحقوق المهاجرين والعمالة الوافدة وحقوق الإنسان. وقال العبسي إن مملكة البحرين قامت بمجموعة من الخطوات الهادفة إلى إصلاح سوق العمل وحماية العمالة الوافدة دون الإخلال بحقوق بقية أطراف العمل الأخرى، مشيرا إلى مجموعة من الخطوات منها تشريع حرية انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد وابتكار تصريح العمل المرن الذي يحظى باهتمام أممي. من جانبه أكد الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة في كلمته بالاجتماع الوطني على أهمية التعاون بين مختلف الشركاء لمنع والقضاء على جريمة الإتجار بالأشخاص، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تقوم بمراجعة وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية،